Alors, c'est très intéressant. Je vais vous montrer les marques, les peut-être n'a pas connu leur nom. Et je pense que c'est une expérience. Les radins qu'on a, le moment de faire des choses. أنا كنقول أنه مزيان أننا نشجعو يعني لافوار ديال الكوسميتيك في المغرب كيدار مرة في العام اي كنظن أنه أي واحد خاصو يجي ويشوف ويكتشف أشنو كاين ولو بلوز امبورطون سي كنشجعو بلادنا أنه يبقاو يديروا لنا هادشي بزاف اي زعما حتى حنايا نتعمقوا في هادشي ديال الكوسميتيك اي فوالا زعما نشجعو بعضياتنا الناس خاصهم يجيو ويشوفوا ويكتشفوا ويتعلموا شي حوايج اللي يقدروا يكونوا كيعرفوا يقدروا ما يكونوش كيعرفوا ايكوت ماشي ضروري خاصها دير الماكياج باش تبان زوينه ولكن ماكياج كيزين ضروري يعني ماشي كيفاش كنفيقوا كيفاش كنكونوا دايرين الماكياج ولكن على حسب كل امراه شنو كيقدر يزينها شنو ستيل ديال الماكياج اللي يقدر يزينها كاين اللي كيجي معاها الماكياج خفيف كاين اللي كيجي معاها الماكياج ثقيل كاين اللي ما كيجيش معاها كاع الماكياج صافي دير ناتشورال تكون احسن من الماكياج مي الماكياج يعني ماشي ضروري غادي يزين لا بيرسون لا انا الراي ديالي انه الراجل كيبغي يشوف المراه زوينه صافي دير ماكياج با ماكياج خاص الراجل ملي يدخل لدارو يلقى مراته مزيونه مهليه في راسها يعني ماشي ضروري الماكياج كاين لي برودوي كوزميتيك اون جينيرال يعني لي كريم لا في المراه تكون ديما نقيقيه بلا ما ندخلوا في لي ديتاي ولكن زعما يدخل يلقاها مزيونه ماشي ضروري تكون بلا ماكياج ولا تكون بالماكياج نو غير يدخل يلقى مراته زوينه تقدر هي تكون ما كديرش مثلا الماكياج ولكن في دارها باش قبل ما يدخل راجلها تزين راسها بشي حاجه قليله البساطه يعني انا كنظن انه كيقول لك من تواضع لله رفعه وما غلطوش يعني ما خصناش نتكبروا على الناس وما خصنا نكونوا طبيعيين نتعاملوا مع الناس يعني بالطبيعه ديالك ما نبقاوش نتصنعوا باسكو كاين بزاف ديال الناس اللي كيتصنعوا مي انا كنقول انه السر ديالي ماشي السر ولكن انني انا يعني ما كنتصنع ما كنكذب ما حتى شي حاجه كنقول الحاجه كيف ما هي واللي كيبغيني كيبغيني كيف ما انا واللي ما كيبغينيش الله يهدي تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب